السلام عليكم. في البداية أتوجه بالشكر إلى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكتيري وإلى النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالناظور الدرويش وإلى فضاء الذاكرة التاريخية بميضار. ومداخلتي هذه سوف تكون حول مساهمة المرأة المغربية في رسم معالم التاريخ الوطني، وسوف أركز بالخصوص في هذه المداخلة على الكفاح المسلح والسياسي للمرأة المغربية من أجل نيل استقلال المغرب، لكنني سوف أعطي بشكل موجز أهم المحطات التاريخية التي ساهمت فيها المغرب والتي أبانت فيها المرأة المغربية على حضورها التاريخي عبر كل محطات التاريخ المغربي. سوف أعود إلى التاريخ القديم أو إلى العصور القديمة لأتحدث عن امرأة كان لها وجود قوي على الساحة الوطنية المغاربية، وأتحدث هنا عن الكاهنة دهية أو داهية التي تصدت للغزو الروماني والبيزنطي بكل قوة، حتى أنها تصدت للفتوحات الإسلامية رغم رسالتها النبيلة. فدهية كانت تدافع عن أرضها وعن أرض الوطن وعن أرض المغارب أو المغاربة بشكل عام، فكانت رمزا للقوة والصلابة والوقوف في وجه كل من يحاول أخذ أرضها. وبالانتقال إلى العصور الإسلامية وإلى الدولة الإدريسية، سوف تبرز لنا أسماء مهمة في العصر الإدريسي، ونذكر هنا أم البنين فاطمة الفهرية التي بنت أول جامعة في العالم، وهو جامع القرويين بفاس. وبذلك رسمت وخطت فاطمة الفهرية تاريخا مشرفا لمدينة فاس وللمغرب ببناء أول جامعة في العالم. وفي نفس الدولة برزت لدينا أو برزت عندنا كذلك امرأة عظيمة كتبت تاريخا مشرفا في عهد الدولة الإدريسية، ونتحدث هنا عن كنزة الأورابية زوجة السلطان إدريس بن عبد الله. فهذه الزوجة سوف تربي ابنها إدريس الثاني وتعلمه تعليما مهما، وتكونه تكوينا سياسيا مهما جعله يحكم مدينة فاس والدولة الإدريسية بحكمة وقوة، كما أنها هي التي أشارت إلى حفيدها محمد بن إدريس بأن يقسم الدولة الإدريسية بين إخوانه لكي لا تقوم فتنة في الدولة الإدريسية. وفي عصر الدولة المرابطية لا يمكن نكران وتجاهل دور المرأة المغربية، وهنا نذكر اسم زينب النفزاوية التي يرجع لها الفضل في قيام يوسف بنت شاهين بفتح المغرب وتوحيده والتوسع في الأندلس. وفي هذا يقول ابن خلكان: وكانت من أحسن النساء ولها الحكم في البلاد، كما لعبت دور المستشار ليوسف بنت شاهين الذي امتثل لنصائحها، فكلما واجهته مشكلة أو اعترته صعوبة لجأ إليها لتقدم له الحلول الناجعة، بل إليها يرجع الفضل كله في تدبير فتح المغرب، فاستقامت له الدولة وترسخت جذورها بفضلها وبفضل حنكتها وذكائها. ويوسف بنت شاهين بنى لها مدينة مراكش تقديرا لذكائها وحنكتها وحسن تدبيرها، فكانت مدينة مراكش هدية لزينب النفزاوية. وفي عصر الموحدين برز دور المرأة الأدبي والعلمي، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر
كل من الشاعرة المربية حفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية التي كانت أستاذة شاعرة ظهرت في عهد عبد المؤمن بن علي، واشتغلت أستاذة لنساء المنصور الموحدي بداره بمراكش، وتوفيت بمراكش سنة 586 هجرية. ومن بنات الخلفاء المثقفات التي حافظ عليها التاريخ زينب بنت يوسف بن عبد المؤمن، والتي كانت عالمة صائبة الرأي. وهناك العديد من النساء في عهد الموحدين العالمات، مثل خيرون الفاسية الأصل التي أخذت التصوف على يد الإمام عثمان السلالجي، وكانت عالمة متصوفة في العقائد، ومن النساء أهل فاس اللواتي اشتهرنا في مذهب الأشاعرة ونشرنا مذهب الأشاعرة بين أهل فاس. وبعد سقوط غرناطة برزت لنا عائشة بنت الشريف علي بن راشد الشهيرة بلقب السيدة الحرة، ابنة حاكم شفشاون. ولدت سنة 1493 وتلقت تعليمها على يد كبار العلماء المدينة، وأصبحت مستشارة لحاكم تطوان أبو الحسن المنظري، وبعد وفاته تزوجت بالسلطان أحمد الوطاسي الذي عينها رسميا حاكمة على تطوان. وكانت السيدة الحرة تقود التحركات العسكرية بنفسها لمواجهة التدخلات البرتغالية والاحتلال البرتغالي، وكانت أول أميرة من جنس النساء في تاريخ الغرب الإسلامي، وعقدت عدة معاهدات مع البرتغال ومع الأتراك وعدة دول أخرى. وظلت تحكم تطوان إلى غاية سنة 1542. وفي العهد الوطاسي برزت كذلك الزهور الوطاسية أو الزهراء ابنة منصور بن زيان الوطاسي، ولعبت دورا مهما في تاريخ المغرب، حيث حكمت فاس في مرحلة مهمة تميزت بنهاية الدولة المرينية وبداية الدولة الوطاسية. ويعتبر فترة حكم الزهراء الوطاسية فترة دقيقة وحساسة، على اعتبار أنها جاءت مباشرة بعد انهيار الدولة المرينية وقيام الدولة الوطاسية. وفي العهد السعدي سوف تبرز لنا السيدة سحابة الرحمانية، وهي إحدى زوجات السلطان السعدي محمد الشيخ. فبعد وفاة زوجها لجأت إلى العثمانيين لتطلب منهم المساعدة لاسترجاع حق ابنها عبد الملك في الحكم. وبالفعل بفضل توسطها ولجوئها إلى العثمانيين استطاع عبد الملك السعدي أن يسترجع الحكم في المغرب، وخلفه أخوه أحمد المنصور الذي أصبح من أعظم السلاطين المغرب وسلاطين الدولة السعدية. وفي بداية الدولة العلوية سوف تبرز لنا المرأة الحديدية خناثة، زوجة مولاي إسماعيل، التي تميزت واشتهرت بثقافتها الواسعة في الدين، حيث حفظت القرآن الكريم في سن مبكرة وأحسنت القراءات السبع وتفقهت في العلوم الشرعية حتى أصبحت فقيهة ذات شأو عظيم. كما سوف تلعب خناثة دورا مهما في تولي زوجها تولي ابنها عبد الله الحكم بعد وفاة مولاي إسماعيل، وسوف تبرز في أزمة 30 سنة التي نتجت عن موت مولاي إسماعيل، كما سوف تساهم في تولي حفيدها محمد بن عبد الله الحكم، والذي استطاع أن يعيد الأوضاع السياسية في المغرب إلى الهدوء وأسس دولة علوية قوية. وبالانتقال الآن إلى العصور المعاصرة وخصوصا فترة الاستعمار الأجنبي للمغرب، نلاحظ استمرار ظهور المرأة المغربية على الساحة الوطنية، وهذه المرة على ساحة الكفاح المغربي من أجل الاستقلال. ويمكننا هنا الحديث عن دور المرأة في الكفاح الوطني من خلال نقطتين أو من خلال بابين: كفاح المرأة على الواجهة القروية، وكفاح المرأة على الواجهة أو في المدينة. ففي البوادي كانت مساهمة المرأة القروية ومشاركتها في حركة المقاومة فعالة منذ البداية. فإذا كان الرجل حاضرا في الواجهة فإن المرأة
قامت بأعمال خفية يمكن اعتبارها القاعدة الخلفية لكل المبادرات الرجولية. إذن فالمرأة هنا بسبب القرابة العائلية التي تربطها مع المقاومين، سواء كانت زوجات المقاومين أو بنات المقاومين أو خالاتهم وقص على ذلك، فكان ذلك عاملا مهما لدخولهن معترك الكفاح الوطني من أجل الاستقلال. فكانت النساء حاضرات إلى جانب الرجال في كل الجبهات، حيث كان من أعمالها ومن أعمالهن ملء البنادق بالرصاص وتسليمها للمقاومين في ساحة المعركة، وصنع القنابل اليدوية ومساعدة الرجال على تنفيذ مخططاتهم الفدائية. كما نجدها حاملة للسلاح ومواجهة للغزاة مباشرة في زي رجولي، أي متنكرة في زي رجولي، وكما كانت ترفع الزغاريت المدوية أمام صوت المدافع، وعملت كذلك على تطبيب وإسعاف الجرحى في ساحة المعركة. كما نجد لها دورا رمزيا في المقاومة، حيث كنا يحملن إناء من الحناء ممزوج بالقطران لرش كل رجل فر من ساحة المعركة ووضع علامة عليه كأنه خائن، كعلامة الخيانة والتراجع عن المقاومة. وعليه لم تكن المرأة المقاومة تكتفي بالطبيخ للمقاومين وغسل ملابسهم وإيصال الطعام إليهم في السجون أو في المغارات وتضميد جروحهم، بل كانت مشاركة لهم حتى في قلب المعركة، حاملة للسلاح جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل. وعلى سبيل المثال سوف نذكر لكم هنا المقاومة المدعوة باسم يطو، التي برزت كاسم ضمن أسماء المقاومة في الأطلس المتوسط بزعامة محا وحمود زياني، والتي رفضت الاستسلام وحتى أنها استشهدت في المعركة معركة الدفاع عن الوطن. وبرزت كذلك المقاومة لضه نعيشة التي أخبرت زياني بقدوم الجنود الفرنسيين إلى خنفرة وأن هناك خطرا يهدده، بل وقتلت زوجها الذي كان جاسوسا يعمل مع الفرنسيين. وبرزت شاعرات أمازيغيات ألقينا شعرا وطنيا قويا وحماسيا، وبرزت هنا الشاعرة توكريت أولت عيسى، هذا اسمها توكريت أولت عيسى، التي صنفت ضمن أقوى شعراء المقاومة في الأطلس المتوسط، ووصفتها بعض الكتابات الاستعمارية بالقول: كانت عدوتنا توكرت عجوزا هرمة على مشرفة الموت، وهي التي أحيت الحماسة والشجاعة في نفوس سكان أغبالة. وفعلا كان الناس يخافون لسان توكرت أكثر مما يخافون الرصاص العدو، أكثر مما يخافون رصاص العدو. والآن ننتقل إلى المدن، ففي المدن كذلك برزت المرأة المغربية، ولكن في الدور السياسي وفي المقاومة السياسية. وكانت تعمل النساء في المدن على نشر وتوزيع المنشورات ورسائل التهديد الموجهة للمستعمرين ولكل من فكر أن يخون الوطنيين أو أن يخالف قرارات الوطنيين، من إقامة حلقات النضال أو الأفراح الموازية لتلك الحلقات. كما قمنا بإيصال الرسائل الشفهية إلى المقاومين، وهذا كان يجعل المرأة تتعرض للاعتقال والاستنطاق في مخافر الشرطة، مرفوقا بالتهديد والضرب، حيث تعرضنا النساء لكل أشكال الإهانة في مخافر الشرطة الاستعمارية. كما كانت النساء في المدن تصب الماء الساخن والزيت المغلي من على السطوح على جيوش الاستعمار، على رؤوس جيوش الاستعمار. وتعمل النساء في المدن كذلك، أو عملنا في المدن، على توعية النساء وتحفيزهن وتشجيعهن للانخراط في الأحزاب السياسية الوطنية والمشاركة في المظاهرات والعمل على إخفاء السلاح وتوزيعه على المناضلين والمقاومين. ومنذ مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي تحول نضال المغاربة إذن ضد المستعمر في المحتل في المدن، من المقاومة المسلحة في البوادي إلى المقاومة السياسية في المدن. ومباشرة بعد صدور الظاهر البربري المعروف والمشهور، خرجت الحشود
في أول مجابهة مع المستعمر في المدن، وكانت المرأة المغربية حاضرة في هذه المظاهرات وفي هذه الحشود التي قرأ فيها اللطيف التضامني بين العرب والأمازيغ. وكانت امرأة تسمى عائشة بنت الحاج علي زنيبر بسلا اعتقل ابنها عبد اللطيف الصبيحي في هذه المظاهرة، فثارت هذه المرأة وخطبت في الحشود لطالبة منهم مساعدتها في تحرير ابنها، وحثتهم كذلك على الجهاد في سبيل الدين والوطن لتنطلق بعدها مباشرة شرارة الاحتجاج بمدينة سلا. المرأة إذن كانت حاضرة في هذه المظاهرات، كما سوف تكون حاضرة في أول تنظيم سياسي في شخص مليكة الفاسي التي انضمت إلى تنظيم الطائفة سنة 1930، ثم إلى كتلة العمل الوطني وإلى حزب الوطني بعدها. وفي أحداث بوفكران الشهيرة بمدينة مكناس، حاولت النساء عرقلة تقدم القوات الفرنسية نحو المتظاهرين المحتجين على اغتصاب المعمرين لمياههم، فكنا يلقين بالحجارة والماء الساخن من سطوح المنازل المحاذية لباب منصور العلج وساحة العديم على المستعمرين، قبل أن يقررنا الخروج إلى المظاهرات المندلعة حينها والمشاركة إلى جانب الرجال في المظاهرات، إذ تتحدث التقارير الفرنسية عن إصابات كثيرة في صفوف النساء والرجال على حد سواء. وفي السنوات الأخيرة من الأربعينيات من القرن الماضي، وصل الوعي النسائي مرحلة أصبح معها التقدم إلى الأمام لا بد منه، فاتخذ نضال المرأة المغربية لأول مرة شكلا منظما، فرض نفسه بسبب عدة متغيرات على الساحة الوطنية، وتشكلت تنظيمات نسائية مثل جمعية فتاة المغرب بفاس وجمعية النسائية المغربية بالدار البيضاء، وأبرزها جمعية أخوات الصفا التي تعتبر تنظيما نسائيا رائدا آنذاك، وتعتبر رحمة حموش رمزا نسائيا بارزا في سجل الكفاح الوطني، حيث أصبحت من بين النساء المناضلات في صفوف المقاومة المغربية، حتى أن منزل هذه المقاومة أصبح مقرا سريا يأوي المناضلين، وكان رجال المقاومة يعقدون فيه اجتماعاتهم السرية. ولم تتكاسل رحمة في نقل الأسلحة التي يغنمها المقاومون من الغارات التي يشنونها على التكالات العسكرية. كانت تكدس هذه الأسلحة وسط الحطب وفي سلاسل الغلال الخاصة بالقمح والشعير، كما كانت تحشر الرشاشات والبنادق في ملاحف الصوف، وتحتفظ بها إلى حين أن يحين دورها وتوزعها على رجال المقاومة. إذن لعبت رحمة حموش دورا مهما في دعم المقاومة، خصوصا العمليات الفدائية. ولقد كانت كذلك مليكة الفاسي رمزا من رموز النضال النسائي المتعدد الأوجه، ورائدة في الصحافة والكتابة النسائية، والتحقت مليكة بالحركة الوطنية سنة 1937 وبالحزب الوطني ثم حزب الاستقلال فيما بعد. وتعتبر مليكة هي المرأة الوحيدة التي وقعت على وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 في 11 يناير 1944، إلى جانب شخصيات وطنية بارزة. ولقد علقت مليكة على توقيعها وثيقة الاستقلال بالقول أن المهم ليس هو توقيع عريضة الاستقلال، بل الأساسي هو العمل الذي سبق التوقيع. لم أقم بمجرد وضع اسمي في لائحة الموقعين، بل شاركت في كل مراحل نضج وتصور وتقديم هذه الوثيقة المهمة. وتعتبر كذلك المناضلة ثريا الشاوي من الوجوه البارزة في تاريخ المقاومة النسائية بالمغرب، وتعرضت هذه المرأة المقاومة للاعتقال وعمرها لا يتعدى 7 سنوات، حينما كانت تدرس بمدرسة دار إعديدين بمنطقة وادي رشاشة بفاس، اعتقلت بتهمة تحريض التلاميذ على مقاطعة الدراسة احتجاجا على أحداث العنف التي وقعت سنة 1944 نتيجا لرفض الفرنسيين لوثيقة الاستقلال. وكانت الشاوي هذه
فكانت الشاوي هذه أول امرأة تقود طائرة بالمغرب. ومرت الشاوي بمراحل تكوين مدرسي وجمعوي ونضالي ومهني، وكانت رمزا من رموز النساء المقاومة المغربية. وعندما عاد محمد الخامس والأسرة الملكية من المنفى، كانت طائرتها ترمي المناشير فوق سماء مدينتي سلا والرباط مرحبة بعودة السلطان. لكن مع الأسف تم اغتيال الشاوي سنة 1956، ويقال بأن عصابة فرنسية من رجال الشرطة الفرنسيين هي التي قامت باغتيال الشاوي، وبعد اغتيالها تم دفنها بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء، وكتب على قبرها الآنسة توريا الشاوي شهيدة الوطن. وننتقل الآن إلى مقاومة أخرى، وهي فاطمة عزايز المشهورة باسم فامة. عمرها كله كان في النضال الوطني ومواجهة الاستعمار الإسباني في شمال المغرب تطوان، وكذلك الفرنسي في الجنوب والدولي في طنجة. كانت نموذجا للمرأة المناضلة التي انتقلت من المقاومة في سبيل تحرير الوطن إلى الانخراط في العمل السياسي بعد الاستقلال. وهي من مواليد مدينة شفشاون شمال المغرب، ترعرعت وسط أسرة معروفة بمقاومتها للاستعمار الإسباني. الشاوي التحقت بالخلايا السرية التي تكبدت فيها كل المخاطر من أجل مغرب مستقل، وذاقت كل الصنوف التعذيب التي مارسها المستعمر على أعضاء الحركة الوطنية. وانخرطت فاما في صفوف الجيش التحرير الوطني، وكانت امرأة ثائرة ضد الاستعمار وضد الجهل وضد إقصاء المرأة من الانخراط في النضال والمقاومة. ووقعت في الأسر عدة مرات. وتعتبر فاما كذلك من مؤسسي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في سنة 1959. على العموم، فاما كانت نموذجا للمرأة المناضلة ورمز القوة والصلابة والعمل الإنساني للمناضلة الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان. على أي، لقد أثبتت المرأة المغربية المقاومة بلا منازع حضورها الفعال في ساحة الوغى وميدان الشرف والنضال، وفي صميم وعمق الحركة الوطنية والمقاومة من أجل الحرية والاستقلال. فقدمت صورا مشرقة ومشرفة ورائعة. تعددت هذه الصور من حيث أوجه الكفاح الوطني إلى جانب أخيها الرجل، وبذلك أبانت المرأة المغربية على نضال وروح نضالية كبيرة في المدن وفي البوادي وفي القرى، حاملة السلاح أو ممارسة السياسة الوطنية الفاضحة للاستعمار الأجنبي. ويمكننا أن نقول أن المقاومة، مقاومة المرأة المغربية منذ بداية الاستقلال، منذ بداية الحماية للاستقلال، كانت مقاومة مهمة لا تقل أهمية عن الرجل. ولم يكن للمرأة المغربية أو لم يكن لها أن تقف موقف المتفرج أو المحايد في ظروف المحن والشدائد والأهوال التي عانى من ويلاتها وآلامها كل الأحرار الذين اختاروا مواجهة الاستعمار وآلات القمع والتنكيل. فالمرأة المغربية إذن أبانت عن حسها الوطني الكبير والروح النضالية والقدرة على الصمود والتحدي، فقدمت الدليل الواضح على احتضانها لهموم وقضايا الوطن، شأنها بذلك شأن الرجل، ناقلة سواء من خلال نقلها للسلاح والمعلومات، ومسعفة للمرضى والمجروحين من المقاومين الرجال. وحتى أنها كانت فاعلة في الميدان ومواجهة للاستعمار مباشرة. وهنا نعطيكم تقريرا إحصائيا، للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، يفيد أن الحاملات لصفة مقاومة يبلغ عددهن حوالي 446 مقاومة، 303 منهن نشطن في فترة مقاومة الاستعمار الإسباني والفرنسي، و56 شاركنا في جيش التحرير بالشمال، و87 شاركنا في جيش التحرير بالجنوب. رغم أن المندوبية تؤكد وجود نساء كثيرات
كنا إلى جانب الرجال في المقاومة والفداء على ضرب الكفاح الوطني، إلا أن الإحصائيات التي تتوفر عليها تفيد باستشهاد حوالي 32 مقاومة. ونعطيكم هنا ونسوق لكم بمداد الفخر والاعتزاز أسماء نساء مناضلات انخرطن في جيش التحرير، ونذكر منهن على سبيل المثال لا الحصر المقاومة جمع الغرباوي بنت أحمد التي نشطت في القصر الكبير في خلية اليد السوداء، والمقاومة فاطمة الهلوطي من الدار البيضاء التي نشطت في خلية المنظمة السرية، والمقاومة فاطمة ديرة بنت محمد في الناظور خلية مركز جيش التحرير بتونت، والمقاومة حريش الزهراء بنت أحاج محمد التي نشطت في الدار البيضاء في خلية المنظمة السرية، وكذلك المقاومة العلوية الغالية بنت عمرو بن عبد الله في الناظور في خلية مكتب المقاومة وجيش التحرير بالناظور، والمقاومة الماجور عائشة في القنيطرة، والمقاومة خدوج الدرقاوي في وزان، والمقاومة الخطابي في الطوم التي نشطت في تطوان ومكناس والدار البيضاء في خلية المنظمة السرية، والمقاومة كذلك الوزاني تريا بنت محمد التي نشطت في الدار البيضاء في خلية المنظمة السرية. هذه المنظمة كلها تابعة لجيش التحرير. هذه بعض أسماء المناضلات اللواتي قمنا بعدة أعمال نضالية كبيرة وخطيرة تتطلب شجاعة كبيرة، ومن هذه الأعمال النضالية نذكر نقل وتوزيع السلاح على المقاومين، توزيع المناشير، استقبال اجتماعات المقاومين في منازلهن، إخفاء وإيواء المقاومين في منازلهن، جلب السلاح وشرائه، السطو على الأسلحة وخزن السلاح والدخائر وتهريبها من مكان لآخر، القيام بالعمليات الفدائية في الميدانية طبيعة الحال، المشاركة في عمليات الاغتيال، إضرام النار في ممتلكات المستعمر، تهريب الأدوية ومعالجة المرضى والجرحى من المقاومين. على العموم وفي الختام، قدمت المرأة المغربية تضحيات كبيرة عبر تاريخ المغرب القديم والحديث والمعاصر، وبرزنا في كل المجالات، وأصبحت المرأة اليوم بارزة بشكل كبير في جميع المجالات الحياة، بل أصبحت المرأة المغربية اليوم بارزة في المجال أو على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، فلها حضور قوي وطنيا ودوليا، وبذلك تحققت رغبة المقاوم علال الفاسي رحمه الله في جعل المرأة مساوية للرجل وإعطائها الفرصة الكاملة لشغل كل المناصب في الدولة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، فلا يمكن أن يتقدم الوطن وينمو بلا مساهمة المرأة، وهذا ما أشار إليه علال الفاسي في كتابه النقد الذاتي، حيث يقول إن تحسين حالة المرأة وإسعادها يجب أن ينال حظا مهما من تفكيرنا الاجتماعي، لأنه شرط أساسي لإصلاح المجتمع وإعداد المغرب لحياة أسعد. وبمقولة علال الفاسي هذه أختتم مداخلتي هذه حول مساهمة المرأة في صنع التاريخ المغربي ومساهمتها القوية في النضال والكفاح من أجل استقلال المغرب وتحريره من قبضة الاستعمار، وكذلك بناء مغرب حر مستقل ومتقدم في كل المجالات. فلقد أبانت المرأة عن دورها القوي منذ فجر التاريخ إلى عصرنا هذا، وشاركت إلى جانب الرجل في صنع تاريخ المغرب القديم والحديث والمعاصر، ورجالات المقاومة هؤلاء الأسود فهم نتاج تربية هذه المرأة المغربية، فهذا الأسد من هذه اللبؤة، فالمرأة المغربية كانت رفيقة الدرب للرجل في كل محطات التاريخ المغربي، وصنعت أمجاد المغرب إلى جانب أخيها الرجل. وفي الأخير السلام عليكم، وأراكم في مناسبة قادمة وفي موضوع قادم إن شاء الله. تحياتي لكم إلى موعد قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.